السلام عليكم احد الاصدقاء كان طلب برنامج يديله ملف صوت ويبدا ان هو يحوله لكتابه، مثلا عنده محاضره، عنده درس، عنده كذا عايز يحوله. فقعدت ادور لقيت ان ده احسن واحد اسمه المفرغ، افضل برنامج لتفريغ المقاطع الصوتيه، وتقدر تدوس هنا هتشتغل معاك على طول. كل عليك ان انت هتديله الملف وهو يبدا ان هو يقسمه ويبدا ان هو يفرغه ويحوله لكتابه. الميزه ان هو بيتعامل مع اللغه العربي ومع اللغه الانجليزي مجاني، الدقه بتاعته بيدعم فكرة التوقيت ان هو يكتب لك ان الكلمة دي او الجملة دي اتقالت من ثانية كذا لثانية كذا، فدي مهمة جدا لو حد عايز يعمل فيديو يحطها مثلا على الفيديو. مطلوب بس منك ان انت تسجل في الموقع دوت واشرحك طريقة التسجيل عشان هتاخد رقم معين من هناك، وده اعتقد ان هو مدعم من شركة ميتا. تقدر تدخل بحسابك على الفيسبوك، تقدر تحمل البرنامج سواء ويندوز او ماكنتوش عادي خالص. المساحه تقريبا 130 ميجا فبسيط، وتقدر ان انت بعد كده تدي له مثلا محاضره ويبدا ان هو يعمل لها تفريغ. اتمنى يعجبكم ان شاء الله.